طيب شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في المحاضرة رقم 5 من المادة مقدمة الاتصالات، اللي هي لسنة رابعة قدرة وتحكم للدفعتين تكسير وتكسير النظام. طيب، من المحاضرة رقم 5 ونحن ماشيين، بالنسبة لي المعلومات انت بتاخذها كده باي ديفينيشن، ما هحاول اخش فيها بالتفاصيل اكتر ما انك تقدر تعرف معلومات اكتر عن الحاجات، يعني ما حخش في الشغل التكنيكال شديد اكتر ما اديك العناوين ونشوف الحاجة دي هي شنو بتعمل، شنو مهمتها. ما عليك بالتفاصيل، شكل المعادلات والتفاصيل الدقيقة فيها، زي ما تكلمت انه هو كورس عبارة عن متطلب، فحنحاول ناخذ الحاجات هي عبارة عن ديفينيشن ونتعامل معاها على انها هي مسلمة اكتر ما نخش في التفاصيل. بالنسبة لي المحاضرات الفاتت الأربعة الفاتت أتمنى إنك تخش فيها بتعمق أكتر، تقدر تعرف شكل التفاصيل فيها، شكل المعادلات، مما مرينا من المحاضرة الأولى، الاتصالات، التصنيف بتاعتها، التاريخ، المكونات الأساسية، المؤثرات على السيجنال. بعد ذاك عرفنا التطور التاريخي بالنسبة لها، عرفنا الباندويتس، المجالات إن كانت يو اتش اف، الفي اتش اف، الأجزاء الأساسية، النويز، الانترفيرنس، الديستورشن. بعد ذاك عرفنا التحديات اللي ممكن تواجهك في تصميم الاتصالات. عرفنا الحاجات اللي بتعرف بها الإشارة بتاعتك، إن كانت لامدا، إن كانت الأمبليتود، إن كانت الفريكوانسي. بعد ذاك تكلمنا عن تقنية الموديليشن، اللي عرفنا إنها هي أنالوج وديجيتال. عرفنا ثلاثة أنواع للموديليشن، اللي هي الـ AM، الـ FM، الـ BM. بعد ذاك عرفنا ثلاثة أنواع للبلس موديليشن، كانت BPM، الـ BAM، الـ BWM. عرفنا الـ AM هو التغيير في المطال، الفريكوانسي التغيير، الـ FM هي التغيير في الفريكوانسي، الـ BM هي التغيير على مستوى الفيس. زي ما كان، بس في النهاية كان في زي معادلات الناس تحاول تراجع، اشتغلناها قبل كده في المحاضرة، وإن شاء الله كان ربنا مد في الآجال وتقابلنا تاني، ممكن إن شاء الله تاني نشتغلها واحدة واحدة ونشتغل عليها مسائل. المطلوب منك انت هسي في المرحلة دي اعرف ليه الكونسبت الأساسية، بعدين إن شاء الله لو قدر الله وتقابلنا حنقعد في شكل التفاصيل ونشتغل عليها أمثلة أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالناس ما تشيل هم، الناس تحاول تفهم الكونسبت الأساسية، بعد ذاك لو في تفاصيل دقيقة ممكن نقعد فيها مع بعض، أو حتى ناخذ لها تسجيل، أو أنتوا أسمعوا التسجيل وارجعوا لي بأسئلة ممكن بعد ذاك نبدأ نتحاور فيها أكثر وأكثر. طيب، في آخر محاضرة تكلمنا عنها كانت عبارة عن الـ AM، اتكلمنا إنه والله يا أخي لما تيجي ترسم الإشارة في الفريكوانسي دومين، لو الناس بتتذكر في المحاضرة إنه اشتغلنا إنه كيف في كل حد بيطلع الأمبليتيود والفريكوانسي وبعد ذلك بترسم الإشارة في الفريكوانسي دومين. طيب، لما قلنا اشتغلنا الإشارة الـ F أو الـ AM لقينا في ثلاثة حدود، في حد شايل فريكوانسي FC زائد FM، وفي حد شايل فريكوانسي FC ناقص FM، وفي حد شايل الـ FC. طيب الـ FC زائد FM والـ FC ناقص الـ FM هي عبارة عن نفس الحدود، يعني في تشكيلة، بس ده frequency plus المسج وده frequency minus المسج، لكن كان الامبليتيود بتاعهم واحد، كان هو الـ ACM على 2، والـ FC كان هي عبارة عن الفريكوانسي بتاع الكارير، الامبليتيود بتاعه طبعا هو AC. طيب، اتكلمنا انه دائما الاشاره بتاعتك هتكون موجوده في الحته اللي فيها مسج، معناتها هي في السايد اللي فيه الاف سي زائد الاف ام والاف سي ناقص الاف ام، اف سي زائد اف ام والاف سي ناقص الاف ام. طيب، زي ما هو واضح هنا معاك في الاشاره، اف سي اف ناقص اف سي او اف سي زائد اف ام زائد اف سي. طيب، دي الحته اللي فيها المسج، لما تقول حته فيها اف سي معناتها ما في مسج، معناتها انا بعمل شنو، برسي المسج مرتين، مرة في فريكوانسي اف سي زائد اف ام، ومرة في فريكوانسي اف سي ناقص اف ام، وفي النص في شنو؟ في اف سي. طيب، بيبقى الكلام شنو؟ انه الاف سي المرسل ده ما في له داعي، ما اصلا ما فيه مسج. فبتقوم بتعمل شنو؟ لو انت رسلت الاشارة دي كاملة اف سي ناقص اف ام واف سي ومعاها الاف سي زائد اف ام، بيقولوا كده انت رسلت اشارة بسميها دبل سايد باند فول كارير. دبل سايد باند فول كارير معناتها شنو؟ معناتها رسلت التو سايد ومعاهم الكارير. ده النوع الاول، دبل سايد باند فول كارير. طيب، انا قلت يا اخي انت ليه مرسي الكارير، اصلا هو ما شايل مسج، فدار اقوم اشيله برا، اقوم اعمل شنو، ارسي الاف سي ناقص الاف ام وبس الاف سي زائد الاف ام. طيب، بعد طوالي الكوميونيكيشن سيستم او الموديليشن ده بسموه شنو، دبل سايد باند سبريست كارير. سبريست معناته شنو؟ معناته شلتها برا او طرحتها، سبريست كارير، انت بترسي التو سايد من غير الكارير، دبل سايد باند سبريس كارير. طيب، دي كلها هي شكل معادلات ورسمات بتوضح لك ال اف سي زائد ال اف ام وال اف سي ناقص ال اف ام. طبعا انا لما كنت برسل التو سايد معاهم الكارير، طبعا هنا عمليه الترانسميشن بتاعي بتحتاج لي باور اعلى،
طبعا دي كوست زياده انك بترسل باي باور عالي. عشان ترسل باي باور منخفض يعني فوائد السبريس كارير انك انت اصلا الفريكوانسي كارير ما فيه مسج، فما في داعي يشيله برا. بعدك هتلقى انه الباور بتاعك اللي ترسلته ماله اقل. فهنا بتعمل عمليه بتاعت شنو، عمل محافظه بتاعت الباور انك ما بترسل باور من غير فائده اصلا ما فيها مسج. طيب هنا حاول بس اعرف شكل الدوائر اللي بتعمل لك الدبل سايد بان سبريس كارير، تمام؟ يعني مثلا دي الدائره الاولى بتعمل لك جنريشن لدبل سايد بان سبريس كارير، واضح انها مكونه من ترانسفورمر ومعاه تو ديود ومقاومتين، اللي هو ده بسميه البالانس موديليتر. اعرف اسمها، اعرف الشكل، بس اعرف ليه شكل الدائره واسمها. الدائره مكونه من ترانسفورمر تو ديود ومقاومتين، الدائره دي بسميها هي دائره البالانس موديليتر، اللي هي بتعمل لي دبل سايد بان سبريس كارير. طيب هنا عامل عملية بسيطة انك كيف تقدر تعمل عملية بتاع الجنريشن لدبل سايد بان سبريس كارير، اللي هي ترجمة لشنو؟ للبالانس موديليتر في شكل معادلات. انا بس طالب منك انك تكون عارف لي الدائرة والمسمى بتاعها. مثلا دائرة تانية يسمها دائرة كاون موديليتر، اللي هي واضح انها مكونة من بريتش بتاع ديود، بتذكرنا بالدائرة بتاعت الفول ويف ريكتيفاير، عندك فيها 4 ديود وفي النص بتكون هي عبارة عن الاي سي سيجنال. الدائرة دي برضو بتعمل لك بالانس موديليتر او بتعمل لك الدبل سايد باند سبريس كارير. طيب ده اشتغلناه تقريبا، دي هي الاشاره بتاعت البي اي ام لما تكون الاشاره معها ديسكريت. طبعا كل الاشارات هنا كانت شنو مالوك. طيب دي دايره جديده، دايره بسميها دايره الرينج موديليتر، برضو بتعمل لي دبل سايد باند سبريس كارير، واضح انها مكونه من ترانسفورمر تو ترانسفورمر، فيها 4 ديودز في ترانسفورمر الاخير في الاوتبوت بتاعك، برضو بتعمل لك عمليه بتاعت الدبل سايد باند سبريس كارير، دي بسميها الرينج موديليترز. طيب الايكويشنز ممكن تطلع عليها لزياده المعرفه بس ما اكتر. طيب هنا دي دائره، ديك الدائره فوق دي دائره بتعمل لك شنو، لما اخذنا البالانس واخذنا الرينج موديليتر، دي دوائر بتعمل لك عمليه الموديليشن. طيب هسه هنا دايرين ناخذ دوائر بتعمل لنا الدي موديليشن، مش قلنا في الترانسميتر في موديليشن، في الريسيفر حيكون في دي موديليشن. في دائره دي اللي بسميها هي الكوستا دبل سايد بان سبريس كارير ديتكشن. طبعا لما تقرا ديتكشن معناته شنو، زي بتكتشف مع طوالي هي شنو، دي موديليشن بتعمل ديتكت للمسج وتزيح عنها الكارير. فهي الدائره الاولى الكوستا، طبعا دي المعادلات ما مسؤول منها بصوره اساسيه لانك تقدر تعريفها ليه لزيادة للطلبة. طيب دي كده المحاضرة رقم 4، إن شاء الله نتقابل في المحاضرة الجاية. شكرا جزيلا.